الكراميل، كوب ونصف سكر. يوضع على نار متوسطة ويقلب حتى يذوب السكر ويصبح لونه بنيا بدون أن يحترق. قالب قطره 23 سنتيمتر ذو أنبوب عليه في الوسط. يدهن جوانب القالب إلى النصف بالكراميل. الكاسترد، 4 حبات بيض. كوبان ونصف حليب بودرة. 3 أكواب ماء. كوب سكر. ملعقة كبيرة برش قشر ليمونة حامضة. ملعقة كبيرة برش قشر برتقالة. ملعقة صغيرة فانيليا. يشغل الخلاط حوالي دقيقة حتى يخلط جيدا. يوضع جانبا. الكيك، 3 حبات بيض. 3/4 كوب سكر. يشغل الخلاط حتى يخلط. نصف كوب زيت نباتي. نصف كوب حليب سائل. 3 ملاعق كبيرة كاكاو. كوب ونصف دقيق. ملعقتان صغيرتان بيكنج باودر. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة كبيرة برش قشر برتقالة. يشغل حتى يخلط جيدا. يوضع القالب في صينية عميقة وتملأ بالماء الساخن جدا حتى نصفها. توضع الصينية في فرن محمى مسبقا على حرارة 180 درجة حوالي 60 دقيقة. يترك الكيك في الفرن حتى يبرد. يخرج القالب من الفرن ويرفع من صينية الماء ويوضع في البراد 24 ساعة على الأقل.
تملأ صينية عميقة بالماء الساخن حتى نصفها. يضع القالب في صينية الماء الساخن حوالي 20 دقيقة حتى يذوب الكراميل.